الزوجة المتسلطة وبعض العلامات اللي بتشير بأنه هاي الزوجة نوعا ما مؤذية، متسلطة، مزعجة. حكينا عن النقد الدائم، حكينا عن الاستخفاف والتشهير، حكينا عن كثرة اللوم اللي بتلومك على كل كبيرة وكل صغيرة. في شغلة كتير مهمة ندوش، العزلة. شو يعني؟ طلعي كيف كاتبينها الشرح هيك بالضبط. قال عادة هذا الاشي يصنف تحت مفهوم التنمر العاطفي في الزواج عن طريق فرض العزلة بمهارة كيف؟ فالزوج لن يلاحظ أي تغيير، ولكنه فجأة سيدرك بأنه بعيد عن عائلته وأبنائه. هي ما بتحكي، بتعزله، بتبني جدار. شو هالحكي هذا؟ تخيلي أنه في نساء بيعملوا هلأ، أوكي يمكن لنفترض أنه هي ردة فعل لفعل هو قام فيه، بس أنت إذا زعجك هذا الفعل أقعدي معه ناقشيه وتواصلي معه، مش لحالك تعملي مخططات تقلي برقفة الهجان. صح، وتخططي وتتجسسي وتتجسسي وتعزلي ونفي وملكش ليش ليش وتنسي ولاده. ليش 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 شو هي معركة؟ ليش هلا شوفوا رح نتجوز عشان ننبسط ونروق الله عليكي ونستقر. ما هو الزواج شو يا عمري؟ استقرار ومودة ورحمة. بعدين في شغلة بقول لك يا رهف، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء أسفلها. صح. شو يعني؟ هذا الحكي موجه للرجال بما أنه عم نحكي هون عن تسلط المرأة. أنت كرجل، أنا بنظري من أسوأ أنواع النساء هي اللي بتلاقي مدخل للتقصير وتستغله ضد زوجها. يعني مثلا هو مش قادر يصرف، صح، هو شخصيته مش كتير قوية مع الأولاد، هو نقطة ضعف والدته مثلا مدخل، هذا المدخل هي تستغله وبتبني عليه، بتبني عليه لوم، عتاب، بتوجه له دائما هيك أصابع الاتهام، تعليقات سلبية. وهو بهذا المدخل هو مش واثق من حاله. هو أصلا هي نقطة ضعفه. أسوأ إشي بالعالم وبالعلاقة الزوجية بالتحديد لما أنا أحكي لك عن نقطة ضعفي وانت تستغلها ضدي في لحظات معينه. لما تزعل تصير تتذكر هاي البنت شو بضايقها، هاي البنت من شو مش واثقه. هذا على فكره تعنيف، هذا تعنيف، هذا تعنيف، هذا زي كيف طعميها كيف الضرب. ايوه هذا اللي جاي اقوله. وحيات الله طعميها قتله. هذا أسوأ انواع التعنيف، اللي امامك زوجك او زوجتك تتجرد امامك من كرامتها، من كبريائها، من عنفوانها. ما بدك طب اذا انا قدام جوزي بدي ابين اني انا الست القويه التي لا تقهر، قدام مين بدي ابين ضعفي؟ قدام اولادي ولا قدام الناس الغرب؟ قدام مين؟ بتعرفي مره تخيلي انت بتكوني متجوزه، فانت مثلا بتحكي لجوزك انه والله انا بحس والله ابوي ما مش كتير كان يحبني مثلا شو يجي يعمل؟ تتخانقوا او تختلفوا بوجهات النظر، يجي يقول لك اذا ابوكي ما حبك انا بدي أحبك. هاي زي القتله. يا الله رهف، هذا تعنيف، هذا تعنيف عن جد، لفظي اذى نفسي كتير كبير. هذا أسوأ انواع التعنيف. صح.